انت مش عارف انت بتكلم مين. كلمة او جملة مشهورة قوي في مصر، وغالبا ادائها بيبقى حاجة من اتنين، يا اما نبرة سخرية واستهزاء وتحقير من شأن اللي قدامك لانه يا عيني مش عارف قدرك وقيمتك، فبتبقى وانت مش عارف انت بتكلم مين، يا اما بتبقى بنبرة تهديد وعيد، احساس بالخطر، تقليل وحط من قدر اللي قدامك، واحساس بانه تملك السطوه والقدره والنفوذ على تحقيق حاله من الايذاء، فبتبقى انت مش عارف انت بتكلم مين. ملهمش تالت في الغالب. انت مش عارف انت بتكلم مين جمله بيقولها الكثيرون، وكتير من الكثيرين دول تلاقيهم بيتكلموا احيانا عن الفساد ومحاربة الفساد وما ينفعش والمجتمع وحاجات كده من الحاجات المدوية الطنطنة بالكلام الكبير، اللي للأسف المجتمع في كتير من جنباته، مش عايز أقول معظمه، مازال بيتبنى هذه المنظومة الفاسدة من حكاية انت مش عارف انت بتكلم مين، رغم كل الجهود اللي بتقوم بها الدولة لتغيير هذا المجتمع، لبناء وعي، لخلق بداية جديدة، لتطوير المجتمع، لخلق إنسان قادر أن يحافظ على منجز بيتعامل. لكن أنت مش عارف أنت بتكلم مين، وأنت مش عارف أنت بتكلم مين، دي دلالة على سطوة، دلالة على مكانة فزة، بس مش المكانة اللي هي بتاعة الشخص القادر على الإنجاز والتحقيق والموهوب المتميز الناجح اللامع اللي عنده حكمة، عنده وعي، عنده شخصية، لكن هي في الغالب بتكون دلالة على السطوة الخاصة بالنفوذ اللي بيتم استغلاله واستغلال خاطئ لتحقيق مكاسب مش من حق الشخص أو لإزاء من حوله، على اعتبار يعني أنه بيبقى متصور أن اللي من حوله دول يسهل إزاءهم وأنه العالم كله مسخر لتحقيق رغباته. أنت مش عارف أنت بتكلم مين، حاجة لا تصلح إطلاقاً في مجتمع المفترض أنه خرج للشارع علشان يغير اللي قال عليه بلسانه أنه فساد وأبهر العالم وخلق واقع جديد في المنطقة. والحقيقة أنه على رأي الإفيه اللي بيقول، لما كل واحد يقول أنت مش عارف تتكلم مين، أنت مش عارف تتكلم مين، وكله بيهدد، أمال مين اللي هيتهدد؟ بتتقال في جنبات كتيرة ودوائر كتيرة من المجتمع كبرت أو صغرت، وصغرت أنا مش بقصد بس في الحجم، أنا بقصد في المكانة. ممكن تبقى دائرة بسيطة جدا جدا، لكن لازم يبقى موجود فيها الشخص اللي متصور إن هو المين اللي يقدر يتحكم في مصائر الأمور، ودايما يدور على شخص يتصور هو بعقله إنه أضعف أو أقل مكانة فيقدر يمارس عليه سطوته، ولأن دي طريقة تفكيره، فبيبقى عارف برضو أنه بالتأكيد في المين اللي أعلى منه اللي يقدر يمارس عليه سطوته وتفضل الدايرة شغالة. أنت مش عارف أنت بتكلم مين، حاجة لا تصلح إطلاقا أنها تكون موجودة في الجمهورية الجديدة والدولة الجديدة والبداية الجديدة، ولسه المجتمع بيحاول يشد كل خطوة لقدام عشان يرجعنا لورا، وغالبا سبب وجودها وتصديقها موروثاتنا القديمة اللي احنا طلعنا عليها، خلاص المجتمع على قديمه وخوف بعض الناس. والمين ده غالبا بيبقى شخص مش قادر ان هو يحل مشكلته او يغير واقع موجود قدامه لحظي بقدراته او بامكانياته او بحكمته، فبيلجأ للمين ان هو يهدد بهو مين. وانت مش عارف انت بتكلم مين، للأسف حبلت فولدت لنا وانت مش عارف انا ابن مين. وانا هنا مش بتكلم عن حالة معينة، انا بتكلم عن فكرة، عن منطق، عن قيمة تربوية شديدة الخطورة بيربي بها بعض الناس ابنائهم على انت مش عارف انا ابن مين. وهنا نمرة واحد انه الطفل او المراهق او الشاب بيتكلم عن حاجة ما تخصوش، هو بيتكلم عن مش عن امكانياته، هو مش بيحكي عن قدراته، عن إمكانياته، عن علمه، عن خبرته، عن حاجة موجودة عنده يقدر يقوم بيها أو يستخدمها، لكنه بيتكلم عن أنا ابن مين.
ونمرة اتنين انه بيشوف انه يقدر ياخد اللي هو شايفه حقه حتى لو كان مش حقه، او يعاقب اللي ضايقه بدل ما يخلق منظومة اجتماعية وعلاقات اجتماعية سوية الناس تحبه ويحبهم عن طريق التهديد والوعيد بان انا ابن مين. نمرة تلاتة بقى انه هو بيتباهى بحاجة ما تخصوش، لانه بيتباهى بابوه، هو ابنه مش المين نفسه، وبالتالي هو لو الأب ده في لحظة مش موجود هو ما عندوش الحاجة اللي يتسند عليها، ما عندوش حاجته، ما عندوش هو، ما عندوش شخصيته، ما عندوش ماهيته. وفي نفس الوقت لما بنربي أولادنا على الفكرة المدمرة دي اللي بيحصل إنه بيعتمد خطته في الحياة مش على إمكانياته وعلى قدراته ولا على معفرته في الدنيا، على قد ما بيعتمد منهج البطش والبلطجة. لما حد يقول لك انت مش عارف تتكلم مين، قول له اتشرف واتعرف، بس الحقيقه مواطن مصري زيك زيي، علينا نفس الواجبات ولينا نفس الحقوق. خلص، ده مفروض يكون خلص. ارجوكم تخلوا بالكم من تربيه ولادنا على مبدا انت مش عارف تتكلم مين، لانه او انت مش عارف انا ابن مين، لانه في النهايه المهم انت ايه مش انت مين.